بسم الله الرحمن الرحيم، وأشهد الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل على بركة الله في دورة احذر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وما زلنا في فتنة ضياع الأمن. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله يجيرنا إن شاء الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أذكر أن الفتنة بلاء عظيم، قد يصيب العبد، قد يصيب المجتمع، قد يصيب البشرية جمعاء في أمور الدنيا وفي أمور الدين. وأصل الفتنة كما قلت هي امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى، وهي بلاء شديد كبلاء الكورونا الذي نحياه في هذا العام. لذلك قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة تمحص القلوب، تظهر الخبيث من الطيب، تظهر الصادق من الكاذب، تظهر المؤمن من المنافق. ونحن اليوم نعيش في عصر الفتن، في عصر العجائب والغرائب. كل يوم تزداد الغرائب والعجائب والقصص، كل يوم تزداد قصص البشرية فظاعة وتعقيدا وتشابكا، والعياذ بالله، خاصة مع انتشار الشبكات العنكبوتية ووسائل الاتصال السمعية والمرئية الحديثة. المعيب أو المقلق أننا أصبحنا نبتلع كل خبر ونقبل كل صورة، ولم يعد يعني يؤثر فينا أي شيء مهما كانت المعصية، مهما رأينا أصبحنا سبحان الله عاجزين ضعفاء ومستسلمين. لكن يجب أن نحذر من الوقوع في الفتن. لماذا سميت فتنة؟ لأن أغلب الناس ينزلقون في هذه الفتنة، ينزلقون في الهاوية والعياذ بالله. يجب أن نحذرها أيضا لأن عقوبتها عند الله شديدة. تحدثت عن فتنة ضياع الأمن، وقلت إذا ضاع الأمن عم الخوف وفقد الاطمئنان. أن أحيا آمنا، أن أحيا في طمأنينة، في سلام، في يسر، كرامتي محفوظة في بلدي. حين يضيع الأمن يضيع كل هذا الخير. لم نعد نشعر لا بالراحة لا بالطمأنينة لا بالأمان ولا بالكرامة ولا بالتيسير، حياة ضنكة نكد في نكد. حدد شرعنا العظيم مقاصد الشريعة، قال: يجب أن نحافظ على الدين والنفس. النفس يعني عقل والنسل والمال، يعني خمسة مقاصد: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. هذه مقاصد الشريعة. كل حكم فقهي أو كل قرار من عند أولي الأمر يجب أن يحافظ فيه على هذه المقاصد الخمس: لا نضيع الدين، لا نضيع الأنفس، لا نضيع الأموال، لا نضيع عقول الناس، ولا نضيع النسل، هي رأس مال كل بلد. ما هي الحلول اللازمة كي نتخلص من هذه الفتنة؟ قلت: تجديد المعتقدات، إحياء السنن، والتحلي بالقيم. أما تجديد المعتقدات، يجب أن أؤمن إيمانا دون أن أظلم في شيء. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تحب الأمان، استقم في شرع الله، استقم، أعبد ربي عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، عشان طبق أوامر ربي بصدق خالص له، لا أريد إلا مرضت رب العالمين. إذن الإيمان الخالص دون ظلم يثبت الإيمان في الأوطان، يثبت الأمان والأمن في الأوطان. الوعد من الله، قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا مفتاح الأمن، عبادة الرحمن، مش تو عبادة أوثان وأصنام، اللي يعبد في الزوج واللي يعبد في الأثاث واللي يعبد في المال واللي يعبد في النساء، يعني أصنام أصبحت في القلوب رهيبة جدا. الإيمان يفتح على صاحبه بركات من السماء. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
نقول احنا مسلمين واحنا الله غالب علينا. لا، احنا مش مسلمين يا اخواتي. صحيح مسلمين بالشكل، لكن لما يدخل الايمان الى قلوبنا، لو استوى الايمان في قلوبنا لعم الامن وعم الرخاء في بلداننا. ادخل، هم كفار والرخاء في بلدانهم اهل دنيا. وربي قال اللي يحب الدنيا نعطيها له. المقاييس عند الله مش نفس المقاييس اهل الكفر واهل الشرك واهل وحبابي الدنيا ياخذونها، ولذلك تراهم يعيشون حياتهم طولا وعرضا. الحديث للمسلم المؤمن تحب يستقيم حال البلاد والعباد، عود وحد ربي في قلبك واسمع كلامه سبحانه وتعالى وما تجاوزوش وما تشركش به، ما تدخل حد شيء في قلبك مع ربي، لا مال ولا زوجة ولا أثاث ولا أي شيء، كله خالص لله سبحانه وتعالى. وما تملكينه، هذه كلها وسائل مطية جمع بها الحسنات للآخرة. أعطاك ربي بيت تعمل فيه الخير كما عملت فيه المرأة حفظت فيه 41 بين ابن وحفيد. أعطاك ربي زوج تحسن التبعل للزوج، وهكذا دولي كل ما لديك. المال هو كل ما أعطاه الله إياك، معنوي مادي بشري على كل الأصعدة، كل ما يتبعك اتقي الله فيه واجعله مطية للآخرة. أما هذا القلب اجعله نظيف من الأحقاد والأدران، وليس فيه إلا الله. كل اللي تعمله يا ربي من أجلك، نطيع زوجي من أجلك، نعمل بيتي من أجلك، أطبخ من أجلك، آتي لطلب العلم من أجلك، تصحيح النوايا، تثبيتها، فقط إخلاصها لله سبحانه وتعالى. قال أيضا من أعرض عن ذكر الله فالعيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تعرف المعيشة الضنكا والعياذ بالله يعني مضيق عليك ربي سبحانه وتعالى، نكد في نكد يعني الساق، ما هو حالنا؟ ضنكا. ثانيا أحياء السنن. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كما قلت إيمان بدون ظلم مستقيمة، بتقوم كامل عمل الصالح. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. وربي قال وأن لو استقاموا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. غدقا يعني رزق وفير ما شاء الله. إذن الاستقامة تورث الخير. وربي قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولما ما تستقيمش تجي المصائب وتجي الفتن، والسبب هو أنت مش ربي. ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. إحنا الغالطين. قلت العمل الصالح. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن الاستقامة والعمل الصالح هذا يوفروا لك الأمن ويوفروا لك الحياة الكريمة. الحفاظ على مقاصد الشريعة، لازمك تحافظ على أرزاق الناس ونسل الناس وكل ما يملكه الناس. كما تحافظ على نفسك تحافظ على غيرك. قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. إذن هذا الحديث يجمع مقاصد الشريعة الكل، أن نحافظ على الدين ونحافظ على النفس ونحافظ على النسل ونحافظ على الأرزاق والأموال. تعلمنا أيضا، أحيينا سنن أخرى، هي أننا لا نشير على أحد بحديدة، لا بسكين ولا بسلاح ولا بعصا ولا أحد. الأدب في التعامل وفي السير في البيوت وفي الأسواق وفي المناسبات، أن الإنسان ما يهز الشيء قد يؤذي الآخرين، وهذه حاجة بسيطة وقيس عليها أشياء أخرى وأخرى وأخرى. حتى الكلمة راهي تكون أشد من السيف، يعني لا أؤذي لا بكلمة ولا بفعل ولا بإشارة ولا بأمارة. لا نروع المسلمين، لا أمزح ونروع إنسان من أجل أن أضحك وأضحك الناس. لا نتنازع، هذا أمر من الله. قال لا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. رغم النزاع يفتت الأسر، يفتت العائلات، يفتت بلاد بأسرها. وتشوفوا النزاعات ماذا فعلت بالبلاد.
ربي قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ديما ذكروا أنفسكم بهذا، إذا تبقوا في على أنفسكم في بيوتكم حتى لما يخرج ويطفو على السطح، مش تطفو العداوة، يطفو التجميع ويطفو إن شاء الله الاعتصام بحبل الله. النقطة الرابعة هي إقامة حدود الله. رب قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إحنا لما نقيم حدود الله تخف الجرائم. لو اللي يقتل لا يعاقب، ولي أصحاب الشر يعني ولي المقصد متاع الشريعة والحفاظ على النفس خلاص طاح. لما نقيم الحدود نملع الهلاك للجميع، خاطر ربي قال إذا كان ثم معاصي وأنتم تشوفوا فيها وقادرين باش تغيروها ما تغيروهاش، راني نعمكم بالهلاك. ذكروا الأحاديث اللي قلناها الحصة الفارطة. كذلك إقامة الحدود يا أخواتي تحقق الخيرية لهذه الأمة. مش ربي قال كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ مش نبيش الخيرية، نبيش أنت فيك الخير، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على قدر الاستطاعة. من رأى منكم منكر فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. وتحدثنا على الحالات اللي وجب فيها أن نأمر بالمعروف، والتي استحب فيها أن نأمر بالمعروف، والتي يحرم فيها أن نأمر بالمعروف. يحرم فيها أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر إذا كلامك ما هوش بشي تسمع وباش تحصل لك أذية، معنى خسارة على وجهتين. تعرف اللي انت مرفوض وما يسمعوش منك وما يتحملوكش، وتعرف اللي نجموا يؤذيوك في نفسك، ومن مقاصد الشريعة انك تحافظ على النفس وعلى العقل وعلى النسل وعلى المال. هذا قد يحرم أصلا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الحالة اللي لا نعرف نتكلم نجي طبها ولاهم مش يسمعوني، يستحب أنك تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحالة الثالثة لو نتكلم راني باش نوصل، وثم ناس باش تسمع وتتأثر، أما قد يؤذوني البعض يؤذيني البعض. هنا يستحب أنت وقدرتك قابلة باش تجاهد تتحمل الأذية وضريبة الجهاد ولا رافضة؟ يستحب. متى يصبح واجب؟ وإذا ما تقومش به، شو معناها واجب؟ إذا ما تقومش به أنت آثمة، أو إذا ما قامش به واحد من الموجودين لكلكم آثمين، اللي قادرين كل آثمين. وقت اللي أنا قادرة باش نغير وما يمسني حد وما يأذيني حد في هذه الحالة فأنت آثمة. النقطة الرابعة، السنة الرابعة والخامسة والأخيرة هي التحصين. إيش قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. علاش احنا ربي تو أمة فيها فوق المليار مستجاب لناش ربي سبحانه وتعالى في بيت المقدس وغيره؟ خاطرنا لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر ولم نستقم على شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك الدعاء أغلب أدعيتنا غير مستجابة إلا من رحم ربي. قال صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. بعد التشهد وبعد الصلاة الإبراهيمية استعذ بالله من أربع: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللي ما عندوش الدعوة هذه دخلها، قدر نحن في زمن علامات الساعة الوسطى والكبرى هي آتية. لسه راح نسأل سؤال. نعم. تقولها بعد ما تطلق سلامة. قبل ما تطلق. إذا تشهدت قبل ما تطلق سلامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا رأيت بقوم فتنة فتوفني إليك وأنا غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحبا يبلغني حبك يا رب العالمين. هذا ما درسناه في الحصة الفارطة، هذا ملخص ما درسناه في الحصة الفارطة. نختم بالحل الثالث والأخير كي يعود الأمن إلى بيوتنا وإلى بلادنا، هو التحلي بالقيم. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
الهيكل ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إذا نكون متحابين متكاتفين معتصمين بحبل الله، بعدها نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وبعدها نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونطيع الله في كل شيء، تلخص كل شيء، أولئك سيرحمهم الله. نطيع الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إذا الدين معاملة. الدين يا أخواتي مش مجرد عادات أو طقوس، صليت شي صمت شي عملت شي عمر عملت شي حد، لا، الدين أخلاق أو لا يكون. لا بد من إعادة شحن أنفسنا بهذا الأدب النبوي ومعرفة الحقوق والواجبات بيننا وبين الآخرين. يعني لا بد من دراسة حقوق الآباء والأمهات والأبناء والأزواج والجار والحاكم والمحكوم. لا بد من تأدية هذه الحقوق بعدالة وبإخلاص مع أداء الواجبات المتخلدة بذمتنا، بل ما ضالوا بالحقوق نأدي الواجبات. علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف نكون مؤدبين في يوم الأمن. يجب أن نحافظ على من حولنا. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة تقول لك والعصر إن الإنسان لفي خسر، الناس كل خاسرين إلا تكون الذين آمنوا. أول شرط الأمن ما يكفيش، عمل العمل الصالح ما يكفيش، التواصي بالحق ما يكفيش، لابد من التواصي بالصبر. إذا إيمان وعمل والوقوف مع الحق والتعامل بالصبر باش تنجو، هذه هما الخطوات. إذا ربي قال وتواصوا بالحق، من التواصي بالحق أن نصلح البلاد والعباد، ألا نفسد في الأرض، ألا نتلف زرعا، ألا نتلف ملكا للآخرين، ألا نهلك حرثا، ألا نهلك النسل في تربية الأولاد، ألا نهلك عرض، ألا نتلف مال، وغير ذلك من التواصي بالحق. وأهم شيء ألا نقف مع أنفسنا، إحنا في كل أعمالنا وأقوالنا ومشاكلنا وفي كل موقف أغلبنا يقف مع نفسه لا يقف مع الحق. عزت علي روحي والله ما نقصدش، هذا هو حالنا وديدننا في كل وقفة أو في كل موقف. ثانيا التواصي بالمرحمة. قال تعالى وتواصوا بالمرحمة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني لما تمرض أي تمرض هنا البدن كامل تطلع الحرارة متاعه، البدن كامل يتفاعل مع عضو واحد في الجسم. أنت يزمك تكون مع الأسرة ومع المجتمع ومع الأمة الإسلامية هكذا تحس وتتحرك، ومكش قادر على شيء، قادر على سلاح عظيم اسمه الدعاء، وقادر على شيء عظيم اسمه الاستقامة والعمل الصالح والأدب والخلق. لما تستقيم أنت وأنا وهي 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 المجتمع تكون أفراد، إن شاء الله يعود الأمن إلى هذه البلاد. إذا يجب أن نكون مؤمنين كالجسد الواحد أو كالرجل الواحد، متعاونين متراحمين متودين ومتكاتفين بإذنه تعالى. النقطة الثالثة والهامة جدا جدا ليعود الأمن هو العدل. العدل ثم العدل ثم العدل، يجب أن ننشر العدل. فالعدل هو عمود في قليل الحفاظ على الأمن. تحب يرجع الأمن للبلاد والأمان لا يستقيم إلا بالعدل. ديننا أصلا قائم على العدل في كل أحكامه وتشريعاته. لذلك قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لعلكم تذكرون، ديننا قائم على العدل في أحكامه، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نحكم بين الناس بالعدل.
قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمر إلهي. العدل هو الإنصاف وتجنب الظلم وتجنب الجور وأعطاء كل ذي حق حقه، يعني تعطي للمرء ما له وتعطيه ما عليه، يعرف حقه، يعرف واجبه، يعرف حدوده. هذا هو العدل. أصلا ديننا جاء ليخرج الناس من ظلمات الجور إلى نور العدل. لما ذهب سيدنا عامر ربعي بن عامر رضي الله عنه، سأله رستم وهو قائد الفرس ما جاء بكم؟ قال إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء دينه عند الله الإسلام، لكن لا إكراه في الدين. ديننا جاء، ابتعثنا الله لنخرج من شاء من خلقه من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالعدل ديدن هذا الدين العظيم، ما فيه جور وما فيه ظلم. غياب العدل وكثرة الجور وكثرة الظلم من علامات الساعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. قال يقعد شي نهار في الدنيا، في عمر الدنيا، لا بد باش يجي سيدنا محمد بن عبد الله من نسل النبي صلى الله عليه وسلم يسميه بعض المهدي المنتظر، ويذكر وجوده الآخرين. نحن نؤمن بأنه إن شاء الله آت لا محالة. هذا سيملأ الدنيا عدلا بعد أن ملئت جورا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يلبث الجور بعدي إلا قليلا حتى يطلع، فكلما طلع من الجور شيء ذهب من العدل مثله. كما قلت التراب الأخوي، قد ما يزداد الجور قد ما ينقص، ما من قلت التراب دور هكا وهكا، يعني قد ما يزداد الجور ينقص العدل. قال كلما طلع من الجور شيء ذهب من العدل مثله، حتى يولد في الجور من لا يعرف غيره. توصل تتولد يعني جيل كامل ما يعرف كان الجور، ما شافش العدل في حياته. ثم يأتي الله تبارك وتعالى بالعدل، فكلما جاء من العدل شيء ذهب من الجور مثله. الحمد لله. وهذا هو أن نقول منذ سنين النور قادم والخير قادم والبشائر قادمة. ليس دجل، إنما هو تصديق لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى يولد في العدل من لا يعرف غيره. إن شاء الله الخير قادم لهذه الأمة بعز عزيز أو ذل ذليل، مهما فعلوا ومهما كادوا لهذه الأمة رب سيتم نور ولو كره الكافرون بإذنه تعالى. من العدل أن ننصف الضعيف في الحكم، أن ننصف الأولاد في القسمة، سواء في أكلهم وشربهم والنفقة أو في الميراث. من العدل أن ينصف المسؤول اللي تحته، من العدل أن ينصف الأستاذ التلاميذ الكل، يعني في أي مجال خليك ربي يزمك تكون عادل. بل إن العدل هي صفة خاصة بالناس اللي اختارهم ربي. إيش قال سيدنا عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري؟ قال لم يزل الناس وجوه يرفعون حوائج الناس إليهم، فأكرم وجوه الناس، فبحسب المسلم الضعيف من العدل أن ينصف في الحكم والقسمة. سيد عمر بن الخطاب يخبر عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أما ثم ناس رب خلق ناس يجري على يديهم العدل والخير ويحوج الناس ضعفاء والبسطاء ليهم بشي يرحموهم ويرجعوا لهم الحقوق. ربي يقول لك يعني يكفيك أنك تعطيه حقه في القسمة، هذا في حد ذاته أمر
عظيم أنك تنصف الناس وترجع الحقوق لأهلها، حتى ولو الكرة، حتى أنت حماة بين السلايف، أنك تعدل بين كنينك، أنك تعدل بين أولادك، بين أنسابك وأصهارك، وتكون عادلة أمام الجميع، مش اللي تحبوا تعاملوا معاملة وتضيفوا بطريقة بذلة. وأخواتي مش نتكلم من أخوات، هذه أسئلة تجي مؤلمة، مؤلمة فعلا. يعني لما تجيك أخت تقول لك أنا ماما، وقت نجي أنا لأنه زوجي ضعيف الطيب كذا كذا، الطاولة تكون بالشكل الفلاني، ولما تجي أختي اللي هي لباس عليها مش مستحقة تكون الطاولة بشكل آخر. ربي ناظر، ربي ناظر. يعني عوض أن نكرم الفقير المحتاج نزيد يعني المبذر نزيده بضخنا. عاود نجعل أنا من الرزق اللي أعطاه لي ربي فرصة باش نكرم اللي ما يتوفرلوش. تطعم سيدي رسول الله كان الثمرة أول ما يطعمها للصغير وللضعيف وغير ذلك. إحنا انقلبت الصحابة، الله يغفرنا وتوب علينا إن شاء الله. ربي قال لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لما؟ ليقوم الناس بالقسط. الميزان هو الشرع اللي يحدد لك الأحكام الصحيحة من الأحكام الفاسدة. بالشرع تولي تحكم بالقسط، يعني كفتي ميزان، اعتبر الميزان كفتي ميزان، لازم تكون متعادلة، لا تجي مع هذا ولا تجي مع هذا، تجي مع الحق، لا تميل لا إلى هذه الكفة ولا إلى هذه الكفة. فقط القسط هو ميزان الله تعالى في الأرض الذي يؤخذ به للضعيف من القوي والمحق من المبطل. هذا هو الميزان، هذا هو القسط. كذلك يجب أن أكون وقاف عند حدود الله. يعني كاني أستاذة مش التلميذ اللي ناشط وذكي وقرّاي نبدأ نتكلمه كان هو، وهكذا ألزم نحطه آخر يفددني يقلقني. لا، رب لا يجوز. ربي ناظر إليه، إذا تعطيهم الفرصة بالعدل الكل، المشاغبة تحاول تحتويه، والبسيط تحاول تسأله الأشياء اللي يقدر عليها، بذلك تعطي فرص للجميع في كل فين محطك. ربي سبحانه وتعالى يزبك تكون صاحبة عدل حتى في البيات. يا أخواتي يا أمهات اللي تعطيه الأصحنا، مش تعطيه كولدي خاطر وكذا وهيك. طب ما قصة يرويها أحد المشائخ، المرأة 8 سنوات توفاها ربي، هي مرته وزوجة أب، وتوفاها ربي 8 سنوات وربيبها يشوفها في النار. وشني الكلمة اللي تقولها؟ الحليب 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 الحليب. إيش كانت تعمل؟ صغيراتها تعطيهم الحليب كامل، وصغيرات زوجها تزيد الماء في الحليب. أين العدل يا أمة العدل؟ ويراجع نفسه كل إنسان. رحنا لكلنا يا خواتي، رحنا بدون استثناء، بدون استثناء، ولا واحدة تشكر نفسها. أراك تشكرها تتحل عليك كالصغير المعيون. راهو كلنا عندنا نصيب من عدم العدل، من عدم الإنصاف. كلنا في كل خصلة وجدت ودرسناها راهو في تقصير ونقص. أما درجات مختلفة، ثم اللي عنده المعدل وثم اللي ما عندهش معدل وثم اللي تحت المعدل. أنت اللي تعرف مش أنا. أنا مش تقول أنا راني عادلة، أنا صادقة. تمشي إنسان عاش لهالعمر هذا ما كذبش كذبة. المهبول ممكن هو حتى المهبول يكذب، كان المهبول يصدق أنه ما كذبش. ولذا أنا الأوان أن النفس هذه الزينة تحلت بزينة مشينا معها ما صدقناها. أنا الأوان غدا ليلا خاطبها خطاب جديد، حوار جديد، راك معناها ما شاء الله على في كل المواد، راك ما شاء الله عن تحت المعدل. نحبوا نقعدوا فوق المعدل ان شاء الله. سيدنا عمر بن عبد العزيز يا اخواتي في اول خطبه له، اسمعوا ماذا قال. عمر بن عبد العزيز اللي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم انه الخليفه الخامس لعدله، قال: اما بعد،
فإن بعد أن أثنى على الله حمد الله وأثنى على الله سبحان الله أهل الله وأهل الصالحون العلماء الصادقون كلهم لا بد يثنوا على ربي سبحانه وتعالى لا بد يشكروا ربي على نعمه ويحمدونه كما شفنا في الإسراء والمعراج كل الأنبياء بدون استثناء شكروا الله على الأنعم اللي أعطاها لهم وحمدوه على العلم والخير اللي أعطاهم ربي سبحانه وتعالى ثمنوا النعمة الشكر وتثمين النعمة والحمد عبادة لذلك في صلاة قل الحمد لله يا رب العالمين هي عبادة بعد أن أثنى على ربه وحمده قال أما بعد فإنه ليس بعد نبيكم نبي ولا بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب ألا إنما أحل الله حلال إلى يوم القيامة لا للتزمت لا نحرم ما أحل الله ولا نحلل ما حرم الله ألا إنما أحل الله حلال إلى يوم القيامة وما حرم الله حرام إلى يوم القيامة ألا إني لست بقاض ولكني منفذ ألا إني لست بمبتدع ولكني متبع رأي علامات في الطريق ألا إنه ليس لأحد أن يطاع في معصية الله ألا إني لست بخيركم اللي يقول أنا خير من الناس الكلب خير منه ألا لست بخيركم ولكني رجل منكم أنا وحدة من خياني غير أن الله جعلني أثقلكم حملا أعتبره تكليف مش تشريف لكن أعتبره نعم مسؤولية تكليف وليس التشريف ثم ذكر حاجته ثم تكلم بعد ذلك يعني من العدل أنك تنفذ حكم ربي من العدل أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم من العدل ألا ترى لنفسك فضلا على الآخرين وأن ترجع الأمر والفضل كله لله سبحانه وتعالى من العدل الإنصاف من النفس في كل حال مش من العدل أن ننتصر لنفسي لا من العدل أن ننصفك من نفسي ما نقفش مع نفسي احنا الكلنا واقفين مع أنفسنا بدون استثناء بدرجات طبعا متفاوتة ربي قال وأقسط إن الله يحب المقسطين يعني الإمام الطبري يقول إن الله يحب المنصفين الذين ينصفون الناس ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم فيبرون من برهم ويحسنون إلى من أحسن إليهم وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من الإيمان الإنفاق من الأقطار تعطي رغم اللي أنت مستحقة وبذل السلام للعالم الإنسان اللي علمك أضعف الإيمان أنك تسلم عليه مش تتعدى وما تغزرلوش ما تنظرلوش حتى بنظرة والإنصاف من نفسك يعني ديما تعطي الحق للآخرين قبل ما تعطيه لنفسك من باب مظلومة ولا من باب طالبة هذه الأسلوب اللي تعيش فيه في حياتك قال أحدهم إن الوفاء على الكريم فريضة واللوم مقرون بذي الإخلاف يعني الوفي الوفاء هذه من شيم الكرام يعتبرها واجب عليه لكن اللوم كثرة اللوم والعتاب هذه من شيم غير الأوفياء وغير الكرام وترى الكريم لمن يعاشر منصفا وترى اللئيم مجانب الإنصاف لما تعاشر إنسان زوج ابن جار صاحب أي كان لما تعاشر سبحان الله الكريم ديما ينصفك واللئيم ديما يقف مع نفسه مجانب للإنصاف ومن ينصف الأقوام لا يأتي قاضياً واللي ينصف عمره ما يحاسبك اللي ينصف لا يكون قاضياً وكل امرئ لا ينصف الناس جائر إذا ما تكونش منصرة وفيك الجور وفيك الظلم وفيك عدم العدل شئت أم أبيتي يعلمنا سيدي رسول الله ألا نحب على جور ولا نبغض على عدل قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا أخواتي هام جداً هذا الحديث الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل روا عنا أنواع متاع شرك في قلوبنا دوخ مخيفة حتى تجي خارجة أنا اليوم ماشي للدار فلان وما ناس أكابرية أنا بسروا بالمزيئة الأخير هيك يلا ما يصيرش حتى بدأت باش الدار ما تصيرش ما بيناتناش بيناتنا في قلبك تعظيم للغني مش لله سبحانه وتعالى تحب تصحح النية كوني كالشامة بين الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خليك لابس اللباس الجميل الأنيق النظيف طاعة لله ما قلنا مثل في القلب يا ربي مش تم لبس عليهم هيك متلوش يعني ليش بهم أنا كيف ألبس
أنا كيف ألبس كيف أرتدي عرس ولدي يزمي أنا نخرج أحسن واحدة في العرس صرفتي خير مني أنا أم العروس وين ربي في كلامك شفت أنواع متاع شرك ما شاء الله قدرة ربي من هنا العام الجاي ما يقفش صحح النية مع الله أنا أتحدث عن النية هو لباس واحد لكن نيتك من داخل لشكوك أنا أتحدث قصدا عن النية لو صححت النية ربي قدس النية بإذنه تعالى الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلمة الصفا هو كرخام اللي زلق أبيض ما في شيء في الليلة الظلمة ما وحش تخيل أنت دبيب نملة في ليلة ظالمة على الرخام شكون يسمعها قالك الشرك اللي في قلوبكم أضعف من ذلك وأنتم تفكوش بي وأدناه أقل شرك أقرب شرك لذهنك أن تحب على شيء من الجوع وأن تبغض على شيء من العدم فلان مدام مشربه كي مشربي حزبه كي حزبي غالط طاغية ظالم نحبه علاش قدر وفق هواه وذوقي ومشربي تحب رغم الجوع وأدناه هذا شرك وأدناه أن تحب على شيء من الجوع ماما غلطت مع مرت خويا نجي معاه خاطرك يا ماما لا نجي مع الحق ماما نحبها وكاتبة ظالمة معناها مغتابة لا نحبها في قلبي لكن نبغض العمل اللي يبغضه ربي نقف مع الحق وأن تبغض على شيء من العدل نعرف الرئيس الفلاني عادل وما شاء الله ما نحبوش علاش ماهوش من حزبي ماهوش من مشربي العادل والمؤمن الصادق يقيم الاعمال ويقيمها بما يرضي الله كل موقف هذا موقف يرضي ربي نقول له اصبت وهذا موقف يغضب ربي ولو كان متاعي نقول له انت مخطئ ولو كان ابني انت مخطئ هذا ما معنى احب بدون جور وأبغض في الله بدون ظلم إذن وأدناه أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله قال الله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كذلك يجب أن نعامل الناس المعاملة اللي نحب أن يعاملوني بها قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني مع في العدل خلاف أني ننصف الناس أني نقف مع الحق ندور مع الحق أينما دار حتى لو كان ضدي أو ضد ابني أو ضد مشربي أو ضد لوني أو ضد فرقتي أو يلزمني دائما واقفة مع الحق وكي نتعامل مع الناس نتعامل بمساواة ستايف كيف بعضهم نضيف الناس الكل كيف كيف نستدعي الناس الكل كيف كيف ما نفرقش بين الناس نعاملهم أيضا كيف نحب أنا يعاملوني الحاجة اللي ما ترضاهاش لنفسك ما ترضاهاش لغيرك باش تكون قاضي على مجرم خلي روحك مكان المجرم تتعامل معاك كيما تحب انت مش يعني لو تجي ضد الحق لا لكن بدون إهانة بدون مش لأنه هو مجرم يعني نستبيح كل شيء فيه يعاقب على قدر خطأه إذا نعامل الناس كما نحب أن نعامل ونتذكر ولا ننسى أبدا أننا محاسبون قال صلى الله عليه وسلم ليوشكن الرجل أن يتمنى أنه خر من الثريا الثريا هو النجم الثاقب لربي أقسم النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إذن قال ليوشكن الرجل أنه يتمنى أنه خر من الثريا ولم يلي من أمر الناس شيئا يوم القيامة الولاة المعتمدين واللي جراوا الآن على الكراسي والقضاة يتمناوك يا ربي ما عطاهمش مسؤولية لكثرة تساقط الناس في هذه المحنة قال صلى الله عليه وسلم يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة مش على شبر دراب ولا على دخلت في أرضي ودخلت
مدنا تمرة ما قضاش فيها بين الناس. نعم؟ الظلم ظلمات يا أخواتي يوم القيامة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقال تعالى وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. وقال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. هذه رواية حفص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. وقال صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاث، واحد في الجنة واثنان في النار. قضاة بتاع الدنيا كلها، واحد في الجنة والثلثين في النار. المتكلم هو رسول الله لست أنا. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، يعرف الحق يعطيه للظالم مش للمظلوم. ورجل قضى للناس على جهل مش قضاك فأيضا فهو في النار. يعني اللي يقضي وهو يعرف الحق أو يقضي وهو جاهل بالحق يضمن الاثنين في النار. شكون اللي يمنع اللي يعرف الحق ويقضي به؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر. القاضي راه معه ربي، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. يقول الإمام مالك لو قرية بأكملها تشاركوا في أن وشافوا وليد مظلوم ربطوها بحمل، القرية كاملة إثم عند ربي، كلها محاسبة عند ربي. ومن أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. مش تعاون في خصومة بالظلم، مش زوز متخاصمين وتتعاون في الظالم في هيك الخصومة، لا، تعاون حتى على مظلمة. مثلا والدي ما قسمش الأرث بالعدل في حياته، أعطاها حسب ذوقه وحرم واحد ولا البنات ولا حرم كل احنا أنواع وأشكال ما شاء الله عندنا قضايا بالآلاف. وأنت بعد ما توفى والدك قادرة أنك تغير هذه المظلمة، قادرة لو تتغلب شوية على حب الدنيا، تعرف أنه هذاك الحق اللي خذيته مش حقك، تعرف وتعرف أن والدك الآن في النار، حارم والده في النار، وتعين والدك المتوفي على هذا الظلم لأنك تقبل المال اللي هو مش مالك. استبشري خيرا بحديث رسول الله من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع إلا ما يتخلى عليك الظلم. تقول لي ليش دخلني بابا هو اللي عمل؟ لا، داخلة من باب البر بالوالدين داخلة. أنت مش آثمة، مش أنت اللي عملت الخطيئة هذه، حملها الوالد فقط، تزر وزيرة وزر أخرى. أما ربي مش تخلق من أبواب أخرى، من باب بر الوالدين، من باب إعانة الظالم على الظلم، من باب أكل أموال الناس بالباطل وأن تعرف أنه هكا المال ما وصلت إلا بمظلمة، من عدة أبواب أخرى. وربي أمرك في القرآن إذا خذتم من موصل جنة فأنك تخير الوصية باش يدخلك الإثم من أبواب أخرى كثيرة وكثيرة جدا. الله يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله. سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم ما العصبية؟ قال أن تعين قومك على الظلم. عينك على الظلم ووقت اللي تقف بين يدي الله قال ربي اشدخلني هنا، طيب ربي جاوبك، عندك عدة آيات وحديث تنتظر فيك. من أعان ظالما بباطل ليدحض بباطله حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله. هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي عاون على مظلمة خرج من الملة يا أخواتي. رأوا الأمر موش هين، رأوا الأمر عظيم، وهذه الدنيا ثانية، ورأوا الرزق اللي تاخذه كله ظلام
والكل حرام ما يباركلكش فيه رب سبحانه وتعالى تفرح بيه وبعد يعمل له رب مسارب غير انت ما تفيق. وهيك المسارب ما فيهاش اجر، فيها متعه زائله ولن تذوقي طعم الاجر فيها ابدا. ورب قليل فيه بركه خير من كثير لا بركه فيه. والطاهر الطيب لا يعوضه شيء، يمشي في بدنك وبدن اولادك خير وبركه. ومن سن سنة سيئة اللي ترضى بالمظالم في الميراث وتعاون على ذلك فقد سنت سنة سيئة لها وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. شوف قديش باش تتعدى من ابن للحفيد لكن الكل في ميزان سيئاتك حتى تقف. الله أعلم شكون يوقفها، أي جيل وقفك المظلمة. لنعرف الآن يا أخواتي رجال هما ما شاء الله في الرزق وأخواتهم يخدموا في الديار بسبب حرمان بهم لرزق. هذوما أعرفهم وأعرف من يعرفهم عن وجها لوجه. أخواتهم الآن الرجالات ما شاء الله في هذه المدينة ويستعاروا من أخواتهم اللي يخدموا في الديار كلها شرف راه والعمل كله شرف. أما أنا في الأصل نملك المليارات اللي حرمني منهم عزه الله وحفظه الله رحمهم الله جميعا. وانا اخوه الاول والثاني والثالث والرابع ونشوف اخواتي في هيك الحال وصغار اخواتي في هيك الحال ونعرف رزقهم عندي. واقول ان الوالد هو المسؤول عن ذلك. غير مسامحين كلهم، كيف يسامح؟ لا تسامح والديها. الله اعلم، الله اعلم. انا لما سالت شيخي رحمه الله عليه ما سالوا البنات وافقوا، قال لي يلزم يسال يبعثوا لهم ناس يتجرؤوا انهم يقولوا الحقيقه وخرجوا اللي في قلوبهم، خاطر تنجم تبعث لهم ناس يحشم ما يحبش يظهر انه هو حاسس تكون في رزقه، يعني انقلب المعروف منكر والمنكر معروف، يعني حتى صاحب الحق يحرجوه الى درجه يخرجوا الموافقه من فمه مكرها وليس صادقا. اختم بالقصص لنتعلم من عدل الحريم. سيدنا أسيد بن حضير رضي الله عنه كان رجلا صالحا ومليحا وكان يحدث القوم في حديث شيء من المزاح. فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود، عود بسيط. فقالوا يا رسول الله أوجعتني. قالوا اقتده، يعني عليك بالقود. القود يعني نعم اقتص مني. قالوا نعم يا رسول الله. فقالوا يا رسول الله أنت لما ضربتني بعود يعني كان مش لابس القميص انا يعني مباشره في 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 بطني. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فاحتضنه سيدنا اسيد، احتضن الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال وكي غايتي ان اقبل وان المس جلدك ويقول قبلت كشحه، يعني المكان هذا اللي في الجنب بين ال نعم بين الخاصره وال يا الصدر، ما بين الخاصرة والصدر، يعني هذا المكان هذا جنب نعم. هو التعبير الأمانة في توصيل المعلومة من عند الصحابة. قبله في كشحه، كشحي سامحوني سيدنا. هذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم، عمل هكا بعود. قال له خذ حقك مني. احنا قديش ضربنا صغيراتنا بالظلم، قداش صرخنا في وجوههم لأننا معناه في غضب شديد وتملكنا الشيطان، يعني كم وكم 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 غدوة الليل حتى فوسكم غدوة الليل عملوا البيضان بتاعكم إن شاء الله ولا الليلة بديوا حضروا حضروا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سيدنا عمر معروف عنه الكلمة المشهورة عدلت فأمنت فنمت. يعني جاء أحد المبعوثين من ملك الفرس أرسل رسولا إلى عمر بن الخطاب بحث عنه ولم يجده. قال أين؟ وقال نائم تحت الشجرة. فلما وقف على رأسه وجده آمنا لا يخاف على نفسه من القتل. قال له عادلت فأمنت فنمت يا عمر. عادل عمر مع الأمير الغساني. ثم أمير غساني أظنه جبلة بن الأيهم جاء مسلما بأهله وجنده ليحج بيت الله الحرام، وكان ذو كبرياء وغطرسة، وكان يطوف بالبيت يطوف بالكعبة
فداس أحد الحجاج من الأعراب على ردائه، فسقط الرداء وظهرت عورته، فغضب غضب شديدا وضرب الأعرابي فكسر له الأنف. ذهب اشتكى إلى سيد عمر بن الخطاب، قال له تأتي ويقتص منك؟ قال أفكر ثم أعود. ذهب خرج من المدينة من مكة متسللا، هرب إلى الفرس وتنصر وخسر إسلامه بسبب كبرياء رفض أن يقتص منه الأعرابي المظلوم. ثم لا يستغلط، مستعدة تدفع الرشاوي تدفع، مش مستعدة تعطي الحقوق إلى أصحابها، يخلص رشوة ما يرجعش الأرض اللي سرقها. سيدنا من عدل سيدنا عمر بن الخطاب مع ابن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص ما كان واليا على مصر، ابنه تسابق مع قبطي مسيحي من أهل مصر، تسابق يعني عمل ركوب الفرس وتسابق، غلب القبطي ابن عمرو بن العاص، فضرب ابن عمرو بن العاص ضرب القبطي وقال له أنا ابن الأكرمين، يعني الروح معناها من أهل كرم وأهله. ذهب إلى سيدنا عمر بن الخطاب قال له يقتص منك وكي تضربه قل له خذها يا ابن الأكرمين. سيدنا علي ما شاء الله أيضا في عدل. سيدنا عمر بن عمر بن عبد العزيز بعث له أحد ولاته، بعث له طالب منه قالوا جاءني كتابك، تذكر أن قبلك قوم من العمال قد اختانوا مالا، تحدثني لي ثم من وين أنت قاعد تحكم، ثم ناس سرقوا أموال وتستأذنني في أن أبسط يدك عليهم، يعني أعطيني الإذن باش نعاقبهم. فالعجب منك في استنمارك، تنمر والتقوي على الناس، فالعجب منك في استنمارك إيايا في عذاب بشر، تحب تستقوى بي ونعطيك الإذن باش تعذب الناس بالشر، كأني جنة لك، أنا باش نعطيك الجنة، وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط الله، كأن أنا رضيت عليك لاني جنتك ولاني باش نمنعك من سخط الله. فإذا جاءك كتابي هذا فانظر من أقر منهم بشيء، اللي اعترف أنه سرق احكم عليه، فخذ بالذي أقر به على نفسه، ومن أنكر فاستحلفه حلفه وخلي سبيله. فلعمري، هذه الكلمة اللي تعنيني، فلعمري لأن يلقوا الله بخياراتهم أحب إلي من أن ألقى الله بدمائهم. والسلام. لو يحب يخرج إنسان معناه بالسيف فاسد، هذا فاسد، والله أعلم مدى صدق ذلك، وتلبس جميع القضايا ضده، هل ينفع هذا مع الله؟ قال لأن يلقوا الله بخياناتهم، يا ربي مش يغافل عليهم ولا مش يخليهم. الحاجة المشتبهة واللي مش واضحة، ما نستعملش سلطاني وقوتي باش نمشيها حسب هوايا حسب قناعتي. حلفوا كانوا صدق منع وخلص في الدنيا، ما صدقش هو الخاسر. إذا لأن يلقوا الله بخياناتهم أحب إليه من أن ألقى الله بدمائهم، وكان يكون ظلمتهم واقتلتهم بظلما، مش خلصني منها وش يخلصك أنت منها، أنا باش نكون جنتك ولا أنا باش نمنعك من سخط المولى عز وجل. إني عنده كلمة أخرى سيدنا عمر بن عبد العزيز لما هو ولاه ربي وأصبح خليفة المسلمين، الناس اللي كانت تتمعش من السلطان وقف عليهم الميزات المادية الكل، فجمعوا أنفسهم وكلموا ابنه وقالوا له ادخل على أبوك وقل له وين حقوقنا والأشياء، يعني الميزات اللي كنا مستمتعين بها الكل وقفها، قل له علاش؟ قال إني قل له أرجع أخرج لهم وقل لهم عمر بن عبد العزيز يقول لكم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شفت الحضور مع الله، ما نساوش ربي بالكل بالكل بالكل، نساوش الدرع اللي سيدنا علي تخاصم فيه مع اليهودي وحكم له القاضي شريح بأنه الدرع لليهودي، علاش؟
لأنه سيدنا علي ما عنده حتى شاهد إلا ابنه وشخص آخر ظهر لي من العمل متاعه. قال له ابنك ما نقبلش الشهادة متاعه لأنه مش يجي مع ثم إمكانية أنه العاطفة تغلب. خسر الشهادة، خسر حقه سيدنا علي، لكن الحمد لله ألهم الله ربي عدل سيدنا عمر وباستجابة سيدنا علي للحق، لأنه ما نقضيوش على الناس بدون دليل. سبحانه وتعالى اللي عنده القلوب، اللي عنده مفاتيح القلوب ومقاليد القلوب الكل بيده، أدخل الإيمان إلى قلب ذلك اليهودي وأعاد له الدرع. شعمل سيدنا علي تصدق له بالدرع وزاده فرس هدية بعد إسلام ذاك اليهودي. نور على نور. أختم بقصة الغلام المذبوح. في قصة معلومة في عهد ما شاء الله كله خير، قاضي من القضاة كان لا يفصل إلا بعد مشاورة السلطان. هذا السلطان صاحب ورع شديد ويخاف أن يظلم أي واحد من الرعية، وما يقبلش أي قضية فيها قتل وفيها قصاص شديد إلا بتمر على يديه. جاءت للقاضي قضية شاب مذبوح من الوريد إلى الوريد في قرية ما يعرفوش شكون اللي قام. القاضي قال مش نقيد القضية ضد مجهول، ما قيدش، لكن عرض الأمر على السلطان قال له ما تقضي إلا ما أنا نكون حاضر. لما حضر وشاف الجثة وشاف المذبوح قالوا عرفتوا القاتل. كيف؟ قالوا عرفتوا القاتل، ائتي لي بجميع الجزارين متاع القرية. ومعلوم إذا كان قرية مات فيها قتيل وحتى واحد ما عرف شكون القاتل، شرعا هذا موجود في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، شرعا يلزم يحلفوا 50 مرة أهل القرية أنه ما قتلوهاش باش القاضي يقيدها ضد مجهول. السلطان قال له لا، أنا أتي وأرى وأحكم. فلما أتى عرف بخبرته القاتل، قالوا أتي لي بجميع الجزارين. جاء جميع الجزارين متاع القرية، العدد مش كثير، كل جزار قال نحب يمر على الجثة. لما حضر القاتل الحقيقي تردد حتى أغمي عليه وعرفوا أنه قاتل واعترف بجريمته. قالوا يا سيدي كيف عرفت أنه هو القاتل وأن الجزار هو القاتل؟ قالوا الجزار بطبيعته لما يذبح يمسح السكين في بطن الكبش، هو لا شعوريا مسح السكين في ثوب الرجل، فعرفت أنه جزار. والجزارين معروفين شكون في القرية. شفت اللي يحب العدل يمكنه ربي سبحانه وتعالى ويبصره، مر على عين الناس كله ما انتبهوش، لك الأمر البسيط اللي فيه علامة وفيه إشارة. لما نصدق مع الله يقذف لك ربي نور في قلبك، ترى به الأشياء على حقيقتها. كم قلتها من مرة، لما تصدق، لما تكون النية سليمة، لما تكون غايتك ربي سبحانه وتعالى، مش غايتك أنك تدافع على روحك، لا، غايتك أنك تدافع عن الحق، يأتيك الحق لحد عندك وينور لك حياتك وخطاك خطوة بخطوة. ربي ينور حياتي وحياتكم بالخير إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، منهم الإمام العادل. إذا ضياع الأمن أمر عظيم والحفاظ عليه أمر حتم لازم لكي تصبح الحياة كريمة وحياة طيبة وحياة مطمئنة. لا توجد حياة كريمة بدون إيمان، بدون عمل، وبدون أدب. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا. اللهم ارزقنا أمنا ليس بعده جزعا ولا خوف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
طيبا مبارك ميمون عطرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله.